كتير. حمزة يمكن زي ما أشرنا في حالات كثيرة ممكن تكون مشابهة، صحيح، إذا أفضل أو أسوأ، فدي محتاجة إنه الناس كلها تتكاتف والله تتبادل. يعني ما الأسواق بس، كثير جدا من حتى الأحياء، على مستوى الأحياء الآن موضوع النفايات بقى شيء صعب جدا. يعني النظافة جوا البيوت، كونه تنظف بيتك دي خلوها هي معك، خلوها تنظف بيتك وتنظف الشارع وتساعدهم كلهم، لكن نظفوا الشارع شوية. جميل، حنمشي الشوارع دائما لا تخون مشاهدينا، وبتعدد بيئات السودان واختلاف السحنات اللي شكلت انسان السودان الجميل، لكل مكان في السودان يعني ارث الثقافي. حنمشي لأقدي في ولاية النيل الأزرق من خلال هذا التقرير. داخل ولاية النيل الأزرق وعلى حدودها الغربية تقع منطقة أقدي، وهي لا تبعد كثيرا عن عاصمة الولاية مدينة الدمازين. في طريقنا إلى أقدي التي تشتهر بالأراضي الزراعية الخصبة استوقفتنا هذه المشاهد. يشكل الرعي مصدر رزق لكثير من أهل ولاية النيل الأزرق، وعلى وجه الخصوص سكان المنطقة الغربية التي تبدأ بقرية أقدي، فالمنطقة تعتبر منطقة زراعية ورعوية. أقدي قرية صغيرة تقع تحت سلسلة من الجبال عرفت هي الأخرى بجبال أقدي، فالقرية أشبه بأن تكون قرية سياحية وتزداد جمالا في فصل الخريف. وهنا وكعادة أهل السودان وجدنا احتفالا بإرث وتراث أهل المنطقة. النساء يقودن هذا الاحتفال بأغاني حماسية تشجع الشباب وتحثهم لوضع مصلحة القرية وأهلها فوق كل شيء، فمعظم الأغاني تلهب شجون الشباب وتدعوهم إلى الزواج عبر أغاني من تراث أهل القرية. وبما أن المناسبة كانت للاحتفال بعقد قران لأحد أفراد قرية أقدي، برزت في الاحتفال الأغاني العاطفية التي تمجد المحبوب وتسكب دموع الشوق على فراقه. لم نتمكن من التجوال داخل القرية بسبب ضيق الوقت، وكنا نخشى أن يحل علينا الظلام حال مقادرتنا لمكان تجمع أهل القرية. الريف الغربي اسم أطلقه أهل ولاية النيل الأزرق على مجموعة القرى التي تقع غربي الولاية، فهي منطقة تعايش وسلام عرف أهلها بطيب المعشر والتكاتف والتعاضد.